الى حدود الساعه بالنسبه للجهات يعني الثلاث الاقاليم اقليم بوجدور العيون وطرفايا الى دفنا حتى سمار الجهه يعني واحد وصلنا واحد تقريبا 30,000 راس مرقمه. هذه العملية كتكلف بها شركة خاصة بتأطير من المصلحة البيطرية. كنخرجوا عند الكسابة المكان تجمع الإبل أو المكان تواجد الإبل، كنقوموا بعملية الترقيم. يعني الدولة كتكلف بجميع المصاريف عملية الترقيم المجانية، والإيجابيات ديالها أنه الآن نسبيا ولينا كنعرفوا يعني عدد رؤوس الإبل اللي كاينة في المنطقة. هذا العدد ديال الرؤوس اللي يعني هذه الإحصائيات اللي عليها كتبنى مجموعة من المعطيات المستقبلية، مثلا العلف اللي غيخص لهاد الناس هادو، الأدوية اللي غتخص للكسابة، الماء ومجموعة من الأشياء أخرى إيجابية بالنسبة للكساب.